هذا هو القارب اللي شافوه بعض الأخوات في صفحة إبداع. هذه أول تجربة منذ سنتين، يعني تابعوني، راح ننزل فيديو جديد لقارب باللون الأحمر. هذه كانت أول تجربة، طبعا فيها بعض العيوب. هنا اشتريت هذاك البلاستيك تاع المكتبات الشفاف، لصقت عليه تول، شديته هنا بالغيبون. هنا فرشت لاوات، زدت فوقها قطعة ساتان. هنا كما كنت تشوفوا كرتونة غلفتها بالخيش. هنا القارب كبير، يعني كبير. تقريبا الطول تاعو 40 سنتيمتر او اكثر، العرض تاعو 25 سنتيمتر.